الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل العقيقة في اليوم السابع أفضل منها في غيره؟ وماذا لو جعلتها في اليوم التاسع أو العاشر؟ لا بأس في ذلك، والأمر واسع ولله الحمد، وإنما العلماء يفضلون ذبحها في اليوم السابع لوروده في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العقيقة تذبح في يوم سابعه، فإذا ذبحتها في السابع فقد أحسنت، وإذا ذبحتها بعد ولادته مباشرة فقد أحسنت، وإذا ذبحتها في اليوم التاسع أو العاشر أو أقل من ذلك أو أكثر فلا حرج عليك، فوقتها موسع، لأن وقتها يبدأ من حين ولادة من حين وضع الجنين، ثم يستمر وقتها. حتى لو لم تعق عن ولدك وكبر واكتسب المال وعق عن نفسه فإنها تقع عقيقة، فإذا لها وقت ابتداء وليس لها وقت انتهاء، والله أعلم.